اشتي بس بدي اسالكم سؤال، من منكم هنا قد دخل سينما؟ ما شاء الله ما شاء الله، عادهم يعرضوا افلام قله ادب في الاستراحات ولا قديت على طول يعني؟ طبعا شيء محزن ان تتحول دور ثقافيه سينمائيه ومسرحيه الى اوكار وغرز قات. هل يعرف الجميع مثلا انه في نسبه كبيره من شباب هذه الايام عمرهم ما راحوا سينما داخل اليمن؟ حتى بالنسبه للشابات، يعني الشابات يمكن حتى ما عدوش جنب السينما لانه هذه تبقى انحطاط وانحلال لو عملوها. انا اتذكر في تعز في الثمانينات لا زلت اتذكر جموع الناس العوائل في الشوارع وهي مروحه من الى منازلها من كل عرض سينمائي. كان عندنا 4 ديور سينمائيه لعرض افلام سينمائيه من مصر، من امريكا، من الهند، بالاضافه الى المسارح المحليه. اتذكر طوابير الناس في شبابيك التذاكر وهم في انتظار، يعني متى بيقدروا يدخلوا للفيلم؟ بعض الاحيان نحجز من يومين من 3 علشان نعرف ندخل نشوف فيلم. احنا الاطفال، يعني بعمرنا الاطفال، كنا نحب حاجه ونعشق حاجه اسمها افلام هنديه. كنا دائما يعني في اي فرصه تتولى لنا لازم نروح الى السينما. العائله عندنا، جدتي الله يحفظها ويطول بعمرها، كل خميس لازم نروح سينما. كنا في الثمانينات اتذكر يوم ما خرج هذا الفيلم شعلة، وكان فعلا شعلة، وزي ما يقول اخواننا المصريين كسر الدنيا. اتذكر جدتي كانت تصيح في الاهل تقول لهم لازم نروح نحجز التذاكر من 3 ايام من قبل لانه كان زحمه وما بنقدرش ندخل يعني، فلازم نحجز من 3 ايام من قبل. وانا اروح لعند اصحابي عيال الحاره اللي كانوا اكبر مني، كانوا شياطين، كنت اقول لهم ها بعد 3 ايام قد معي التذاكر بروح اشوف فيلم شعلة. اروح اليوم الثاني من المدرسه الشياطين هذول قد راحوا السينما، كيف ما انا داري؟ اشوفهم يبكوا دموع، ايش في يا جماعه؟ قل لي عمار السلاسل مات. انا طبعا كطفل كنت دائما اقول اننا السلاسل وانضرب بسبب هذا الشيء. السلاسل مات يا عمار، السلاسل مات خلاص ما عاد بنشوفوش. قل له كيف مات؟ مستحيل السلاسل يموت. قال لي لا خلاص اصلا حرقنه وقدوره ما ادري منه بالنهر. يا الله خارق. استمر الحال هذا لمده اسبوع واحنا على النقاشات هذه، تسمع واحد من العيال اللي يعني الشباب يا جماعة السلاسل قد الفيلم الأول هذاك انضرب مدري كم رصاص وطعن سكاكين ومدري مو وقدموا حناش ومكانه عاش ولو قعبوا شيء أكيد بيرجع. واستمر الحال عليها حتى السينما رحمتنا وخرجت بوستر ثاني زي هذا. وقتها عرفنا أنه السلاسل أميتاب باتشان، يعني أدركنا عملية التمثيل هذه اللي حصلت. فإيش الذي يحصل لنا يعني إحنا كمشاهدين للأفلام هذه؟ ايش الذي يخلينا كاطفال نقوم بتقليد هؤلاء الناس؟ الكبار ايش الذي يخليهم يحبوهم ويحترموا عادات وتقاليد مثلا الهند؟ يغنوا اغانيهم، اشياء كثيره. خلوني ارجع لكم للفيلم الهندي هذا. لحظه. خلوني ارجع لكم للفيلم الهندي نفسه. كطفل انا شفت فيلم لقصه صديقين حميمين. يقوم بإنقاذ القرية من عصابة قطاع طرق. كمخرج بنظرة أخرى، الفيلم تكلم عن أشياء كثيرة عانتها الهند. تكلم عن الظلم، تكلم عن الفقر، تكلم عن غياب الدولة، تكلم عن الريف الفقير. تكلم عن ناس مظالم، تكلم عن سلطة الإقطاعيات الظالمة، تكلم عن أشياء كثيرة. لكن في الأخير المشاهد خرج من الفيلم وقال إنه الهند مثلاً بلد فقير. خرج من الفيلم وقال انه مثلا الهند هذه يعني فيها ظلم وفيها لا. احنا خرجنا من الفيلم وعندنا انطباع اخر، الانطباع هذا كان الفيلم او الهند بلد فيها الصداقه قويه، حقيقيه وحميميه. روح التسامح اذا نظرنا انه البطلين الصديقين واحد كان مسلم وواحد كان هندوسي. اشياء كثيره خرجت فيها الفيلم واستطاعت منها واستفادت من هذا الفيلم مثلا في عرض الكثير من مشاكلها الخاصه بالريف. بالاضافه الى الارباح والأرباح والفوائد المالية والتجارية الذي باقي لكم فيها بعد شوية. أجي أسأل نفسي سؤال، كيف كنت بعرف أن الهند مثلا المرأة هي اللي بتروح تخطب الرجال وتتزوجه، أنه لما يموت مثلا يحرقوه، أشياء كثيرة. تعرفوا هذا إيش يجيب لي بالي؟ قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
الله أكبر، صدق الحق. التعارف يا إخوة، إيش تعرف عن أمريكا؟ إيش تعرف عن السويد؟ وإيش يعرف العالم كله عننا كيمنيين وكعرب؟ ألا تعتقدوا مثلاً إن إحنا نعرف عن الهند ومصر أكثر مما نعرف عن سقطرة وحضرموت؟ أكيد، بالضبط. فمن منطلق هذه الآية الكريمة ومن منطلق التعارف، أنا لا أقف أمامكم اليوم من أجل إعادة فتح أو عرض أفلام سينمائية عندنا في اليمن، لا، هذا الشيء المفروض يكون حاصل ومن غير ما نتعب عليه ونطلع على تيدكس، بل أقف أمامكم اليوم أحمل حلم صناعة أفلام يمنية، أبطالها وبطلاتها يمنيون. يحكون للعالم عن اليمن، تخبرهم بأننا شعب حضارة، شعب قادر على يسهل التعايش معه، شعب سلمي على الرغم من كثرة السلاح فيه. أشياء كثيرة يمكن أن نقولها في فيلم واحد، وليس ذلك فقط. نحن اليوم نعيش في عصر التغيير، نعيش في عصر نحن بحاجة إليه لأدوات لصنع هذا التغيير. فإذا فكرت في قائمة بأسماء للأدوات هذه اللي هي أدوات التغيير، فأنا في رأيي الشخصي، علشان ما أظلمش الناس الثانيين، السينما تأتي في المرتبة الأولى. كيف تأتي في المرتبة الأولى؟ مثال بسيط عندنا في اليمن، أنا بحاجة إلى تقوية النساء، أشتي أشجعهن، أشتي أقول لهن، بحيث أنهن طبعاً نصف المجتمع، أشتي أعطيهن هذا الدافع الشخصي، أنه النساء مش قوارير، يعني قوارير بس ممكن غير قابلات للكسر مثلاً. أشتي أتكلم مثلاً عن مشاكل تحصل عندنا في اليمن هنا، مش وقته مشاكل تحصل، مشاكل عندنا تحصل في اليمن هنا، منها مثلا قضايا تهريب الأطفال، منها مثلا تهريب أشياء كثيرة، منها مثلا عادات القبيلة الحميدة، أشياء كثيرة ممكن أتكلمها وممكن أضيفها كلها في فيلم واحد. أحد المشاريع التي أنا أفكر فيها حاليا وإن شاء الله تصبح فيلم طويل هي قصة ابتسام. ابتسام المرأة البدوية تعيش في الصحراء، متزوجة مع زوجها في عائلة بدوية في وسط الصحراء عايشين هناك. ابتسام تذهب يومياً لجلب الماء، تقود سيارة شاص، إلى جنبها سلاح الكلاشينكوف، لابسة جعبة الرصاص، ليش لا؟ في الطريق تلتقي بصديقاتها اللواتي أيضاً يقودن سيارات الدفع الرباعي. يصبح هناك يحصل أشبه بما سباقات رالي السيارات. طبعاً يصلنا إلى عين الماء، تبدأ سباقات الرماية والقنص. ابتسام غير قادرة على الإنجاب، فتكبر زوجها على الزواج من أخرى كي يحظيا بأطفال. أشياء كثيرة وكثيرة ممكن أضيفها في الفيلم هذا، ممكن أخليهم يعملوا نقاط تفتيش، النساء هذولا ابتسام وصديقاتها يقرروا يعملوا نقاط تفتيش للمهربين علشان يشوفوا لو في أطفال يتهربوا مثلاً ينقذوهم. بيعملوا نقاط التفتيش، بتمشي سيارة فيها قات تهرب قات، سيارة فيها تهرب خمر، أشياء كثيرة وكثيرة ممكن نضيفها في فيلم واحد، في فيلم واحد. الذي أشتي أقوله الآن علشان أفتح شهيتكم التجارية قبل ما يخلص علي الوقت، إذا وصلنا في اليمن إلى مرحلة نعمل فيها 10 أفلام في السنة، بنساهم بإنهاء بطالة، بنساهم في نشر نمو وفكر في البلاد، بنتعارف بيننا البين على مستوى محافظات مثلاً، بنتعارف على مستوى الإقليمي أو العربي، العالم بيعرف من هو نحن، أشياء كثيرة. أنا طبعاً واقف أمامكم اليوم لأنني مش يعني ما أقدرش أعمل هذا الشيء لوحدي، أنا بحاجة إلى شركاء يؤمنوا بها بالأهداف النبيلة لهذا المشروع، بحاجة إلى حكومة تصدر قوانين تضمن الحقوق الفكرية، بحاجة إلى حكومة أيضاً تفتح خطوط مع شركات عالمية كي يبدأ التواصل بيننا، بحاجة إلى أيضاً أنه شعب يفهم أنه السينما ما هيش انحطاط وانحلال، ولا مش الذي يشتغل في السينما برضو انحطاط وانحلال. للأسف فيلم واحد جمعنا كل شيء حاصل في هذا الاندستري أو المجال أو الصناعة، جمعناها كلها بسبب فيلم واحد. فعلشان افتح بس شهيتكم التجارية،
يوجد في هذا الكوكب 149 ألف دار لعرض السينما، تباع فيها 6,800,000,000 تذكرة سنوياً، رقم جبار إذا ما قمنا ببعض العمليات الحسابية. أنا الآن علشان أربح في اليمن، والخبر الجيد أيضاً في الموضوع إنه سمعت من إخواننا في الحوار الوطني في لجنة الحقوق والحريات، هناك الكثير من القوانين والتوصيات التي من شأنها أن تسمح وتنهض بحركة صناعة السينما والفنون بشكل عام. لكن ما فاتهم أن العالم أيضاً ينقسم إلى جزئين، أن هناك أسواق عالمية للبيع والشراء. نحن علشان نقدر ندخل السوق العالمية هذه، علشان نقدر نتفاهم مع الشركات العالمية يقول عندنا يصوروا ونتعاون معهم نصور عندهم، لابد من توقيع معاهدات تسمى معاهدات أفلام أو فيلم تريتي بالإنجليزي، معاهدات أفلام أنا ترجمتها. بهذه الطريقة نحن نستطيع أن نحن نتواصل مع العالم وهم يتأكدوا ويضمنوا أن حقوقهم بتكون محفوظة. هذه النقطة مهمة وإن شاء الله بعد تيدكس يعني نشتغل عليها. الشيء الآخر، كان في العالم في 3 أسواق سينمائية للبيع، في أمريكا، في برلين، في فرنسا. لحسن حظنا نحن العرب أنه إخواننا في دبي قد تبنوا السوق العالمية الرابعة، يعني مش لازم نروح بعيد. في نفس الوقت إخواننا الخليجيين قد بدأوا في التدريب والتأهيل لأجل صناعة أفلام عالمية عربية خليجية. أيضاً سهلوا عملية التصوير لكثير من الاستوديوهات تقدر تصور عندهم. الذي يشتي لقطة لأفغانستان تعال عندنا في أبو ظبي، الذي يشتي لقطة للسعودية تعال عندنا في دبي، الذي يشتي لقطة في أي مكان تعال عندنا في قطر. سهلوا هذه العملية. ليش؟ لأنه فيها ربح وفيها تعارف. في الأخير نحن لازم ندرك أنه يعيش على هذا الكوكب 7 مليار شخص. علشان نوصل لهم، علشان نقدر نقول لهم أن احنا شعوب حضارة تعيش بفكر التسامح. يعني أنا لا أرى سوى الفيلم كوسيلة وحيدة للوصول لهذا العالم، لهذا الناس كلهم. شكرا جزيلا.